جاينا يا التاريخ ولا النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة اعدادي ما دعدع براد النساميس اعدادي ما هلت ثعول المخيلة يا مرحبا من معتقين المحابيس صدور القواميس سيرة رسول الله تبقى دليلا يوم الناب الخيل والضمر العيس عدونا يشيني صبحا وليلا تثبت لنا شز دراس الفتيلة واليوم في حكم الحرارة القرانيس اللي رقوا بالمجد راس الطويلة اعدادي ما دعدع براد النسانيس اعدادي ما هلت ثعول أنعم بمن وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيلا ننعم بمن وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيلا جاينا يا التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 اعدادي ما دعدع وعدادي ما هلت ثعول المخيلة يا مرحبا من معتقين المحابيس أهل الكرم والوقفة المستحيلة لجاينا يا التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة تاريخنا يزال صدور القواميس سيرة رسول الله تبقى دليلا يوم الناب الخيل والضمر العيس
عدونا يجيني صبحا وليلا. تثبت لنا شز دراسة الفتيلة واليوم في حكم الحرارة القرانيس اللي رقوا بالمجد راسة الطويلة. اعدادي ما دعدع براد النساني وعجازي ما هلت ثعول المخيلة. يا مرحبا من معتقي الكرم والوقفة المستحيلة. أنعم بمان وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيلة. ننعم بمان وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيلة. جاينا يا التاريخ وهلا النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 اعدادي ما دعدع وعدادي ما هلت ثعول المخيلة. يا مرحبا من معتقين المحابيس أهل الكرم والوقفة المستحيلة. لجاينا يا التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. تاريخنا يزال صدور القواميس سيرة رسول الله تبقى دليلة. يوم الناب الخيل والضمر العيس عدونا يشيني صبحا وليلا. تثبت لنا شز دراسة الفتيلة واليوم في حكم الحرارة القرانيس اللي رقوا بالمجد راسة الطويلة. اعدادي ما دعدع براد النساني وعجازي ما هلت ثعول المخيلة. يا مرحبا من معتقي أنعم بمان وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيلة. ننعم بمان وخير فقال مقاييس
أرضنا لا تزيل. جاينا يا التاريخ ولا النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 اعدادي ما دعدع وعدادي ما هلت عول المخيلة. يا مرحبا من معتقين المحابيس أهل الكرم والوقفة المستحيلة. لجاينا يا التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. أهل الكرم والوقفة المستحيلة. تاريخنا يزال صدور القواميس سيرة رسول الله تبقى دليلة. يومنا بالخيل والضمر العيس عدونا يشين صبحا وليلة. تثبت لنا شز دراسة الفتيلة. واليوم في حكم الحرارة القرانيس اللي رقوا بالمجد راس الطويلة. اعدادي ما دعدع براد النساني واعدادي ما هلت عول المخيلة. يا مرحبا من معتقين ننعم بأمان وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيل. اعدادي ما دعدع براد النساني واعدادي ما هلت عول المخيلة. يا مرحبا من معتقين المحابيس بالله جاينا يا التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 اعدادي ما دعدع وعدادي ما هلت عول المخيلة. يا مرحبا من معتقين المحابيس أهل الكرم والوقفة المستحيلة. لجاينا يا التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. اعدادي ما دعدع
هذا الكرم والوقفة المستحيلة. تاريخنا يزال صدور القواميس، سيرة رسول الله تبقى دليلا. يومنا بالخيل والضمر العيس، عدونا يشين صبحا وليلا. تثبت لنا شز دراس الفتيلة، واليوم في حكم الحرارة القرانيس اللي رقوا بالمجد راس الطويلة. اعدادي ما دعدع براد النساني، اعدادي ما هلت ثعول المخيلة. يا مرحبا من معتقي ننعم بمان وخير فقال مقاييس، يلا تدوم برضنا لا تزيلا. اعدادي ما دعدع براد النساني، اعدادي ما هلت ثعول المخيلة. يا مرحبا من معتقين المحابيس، جاينا يا التاريخ وأهل النواميس، وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا لا لا. اعدادي ما دعدع جاينا يا التاريخ وأهل النواميس، وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة. اعدادي ما دعدع براد النساميس، اعدادي بن سند ابن غنيم. نحيي بالجميع من جميع القبائل ونقول حياكم الله باسم عبد الله بن سند وباسم قبيلة جهينة. الله يحييكم. والحقيقة هذه مناسبة غالية على قلوبنا جميعاً اللي هي سلامة الشيخ، لأن الله أنجاه من حادث وموت محقق، ونحمد الله على ذلك. ربنا جدل ولطف. والله يحييكم جميع، شرفتونا وبيض الله وجيهكم. والحقيقة ودنا نسمع من الشعار إذا كان في شيء بالمناسبة يبدأ الترحيب، وإذا كان ما في شيء بالمناسبة نعرف إن فيه كبار الشعار موجودين ونسمع منهم. وحيا الله الجميع. الله يحيي. حياكم الله. الله يحييكم وبركة السعادة. الشاعر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إما بعد، فنشكر الشيخ عبد الله بن سند بن غنيم، شيخ من شيوخ جهينة وشيخ من شيوخ العرب، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال ودعوة لنا لهذه المناسبة التي لم نعلم عنها إلا بعد ما وصلنا. ونحمد الله على سلامته وسلامة ابنه. نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية، يصلح لها الابن ويجعله بارا به، وأن يوفقهم جميعا لما يحب ويرضى. وترانا مساهمين في موضوع الجيل.
نشكره على جمع الطيبين. فحال حال الشاعر اللي يقول لو أجمع كل ما قاله من الترحيب قبلي من نزول آدم على البيدة إلى هذه الدقيقة ما وفيت بواجب اللي قدروا راسي وحفلي من صناديد الرجال اللي مراجلهم حقيقة. وحاله وحال ربع حال الشاعر اللي يقول ربيع قلبي جيت الغانمين لجوا مسائير وفي البيت خطار في وسط نزل مدلهين الحزين نطحت الطابور حملت الجار تلقى وجيهم بلزسة ما تشيني لهبة الشتوة وغلينا الأسعار وعساك اللي تكره المقبليني فقير في الدنيا ولمت للنار. الحقيقة ما يستغرب الطيب منه ولا يستغرب الطيب من ضيوفه. فالطيب ما نستغربه من هذا الطيب اللي لهم في موقع الطيب خبرة أوسع على الأجواد من فيضة شعيب وضيق على الأندال من ثقب الإبرة. والشاعر يقول الطيب ذرعا ما لحقنا طواله ما لحق طواله لو بجهدي تحميت اليوم شايب مرتعيت الرجالة ورايه أنواع كثيرات وزريت وادرهم أهل الطيب وأهل الشكالة ولا نزلت بجالهم ما استهميت. معنا في هذا المجلس نخبة أو كوكبة من شعراء المحاورة وشعر النبط وشعر النظم ويا كثر الأدباء المستمعين والنقاد والذين عندهم الشيء الكثير مما عندي ومما عند الشعراء ولكنهم من تواضعهم وخفة دمهم وخلقهم الطيب قدموا المجموعة ذي على أساس يستمعوا منهم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يهدينا جميعا وجميع الأدباء على قول المفيد الذي يستفيد منها المجلس والسامع. أول هذه المجموعة الشاب الشبل وأن هذا الشبل من ذاك الأسد. هذا الشبل اسمه عمر بن ناصر بن عياض العجوني الرشيدي. أنا أعرفه شخصيا وأعرف أبوه شاعر ومورخ وديب ومن أفضل مما يقال عن في هذه الساحة من أعدل المورخين والشعراء. فنسأل الله أن يكون مثل أبيه ولا أحسن. فنستمع منه قصيدة بهذه المناسبة. تفضل يا عمر. أبيات قصيدة في هذه المناسبة والمعدل على الصحة. يقول يا مرحبا ترحيب قدره وجماله محل شيخ كلنا خابرينه أبو مساعد جمل الله حاله حمد رشيد الله يطول سنينه مقدام طيب وطيب الله فاله دايم على مقدام طيب وطيب الله فاله دايم على الطالات تسبق يمينه رمز العطاء رمز العطاء رمز الوفاء والشكاله يعين ويعاون وربي يعينه ومن الكرم دايم مصاطر أدلاله ونجر طوال الليل يسمع دنينه ومن الكرم دايم مصاطر أدلاله ونجر طوال الليل يسمع دنينه والحمد لله والشكر والثناله على سلامة واحدنا من جهينه أبو سند عسى السلامة قباله في جاه رب عز شانه ودينه أبو سند وابنه سلاله سلاله من روس قومنا معرفتهم ثمينة جهينة اللي تحتمي كل دار أبو سند وابنه سلاله سلاله من روس قوم معرفتهم ثمينة جهينة اللي تحتمي كل قاله والعرف ما يعرض على عارفينه فكت مساجين القبائل جماله تبقى على وجه الزمان وجبينه فكت مساجين القبائل جماله تبقى على وجه الزمان وجبينه وابن غنيم اللي كريمه اخصاله زيزوم في قاسي زمانه ولينه والشعر يحلالي ويحلى مجاله لجيت بمدح طيبين الضغينه واختامها صلوا على احمد واله اعداد من زار الحرم والمدينه سلام هم يستاهلون وانت موفق ان شاء الله لهذا العلم الطيب ومن الذين بادروا في الثناء على الطيبين لا يشكر الله من لا يشكر الناس. هذه بيوت حداية على مجموعة ابن غنيم وحمد العجوان لأنهم مجموعة نخبة طيبة ودائما يجتمعون على العلم الغانم. ساعة
سلام يا أساس المكارم والشجاعة والبطولة عبد الله بن غنيم الطيب للصولة وجولة. سلام يا أساس المكارم والشجاعة والبطولة عبد الله بن غنيم الطيب صولة وجولة. والناس تسعى في طريق ابو سند ما هم بحوله، حوى المراجل كلها والمجد والراي السديد، وحمد رشيد العجوني يصرف ما فكر في السيوله. الله يمتع بشباب حر ما شيء ينوله، والكل يسلم والكلام الزين جاء على وصوله. حزتوا نعم يا أهل الوفا والطيب ذا العلم الأكيد. والثالثة يا نخبة حزوا على شروط الرجولة، روس العرب ساس الوفا والناس قدامي تقوله. البيض منشوره لكم وسط البلد عرضه وطوله، من جال مجلسكم لا شك انه يفيد ويستفيد. وانا سوات اللي على درب الوفا تعب ذلوله، ومعاشره للطيب له مكسب ولا ياخذ عموله. لأن النشامة تجتمع لو كل واحد من حموله، وانصار فيه عناد ما ضد الحديد إلا الحديد. سلامتكم. معنى أسطورة شعر النبط في زمننا هذا، وهو شاعر وأكثر من كلمة شاعر، بل إن سمعته وشهرته وخطواته وبرامجه ولقاءاته تعدت الجزيرة العربية إلى دولة مصر والدول المجاورة ودول الخليج جميعا بدون استثناء. وهو الشاعر، بل زي ما قالوا شاعر وشيخ. الشاعر والشيخ، فهو شيخ قبيلة وأديب في نفس الوقت. الشاعر غالب بن زيد ابن عواد أبو كتاب الحسين العتيبي، نسمع منه. وله مجالات في هذا المجال مع كل قبيلة، فنسمع منه. سبحان من تخضع الوجه طاعة وجيها الأنام، سبحان من تخضع الوجه طاعة وجيها الأنام، وليطغى تقوم ونواها بالإبادة بعدها، ونعوذ به من شر ما نعمل ونطلبها الدوام، للنعمة اللي انشكرنا الله عليها زادها. يا بلادنا يا زبلة الإسلام وبلاد السلام، من كثر خير الله عليها يا كثر حسادها. يا بلادنا يا جعل من وحد شتاتة للرحام، جعلها بجنة النعيم اللي يهب برادها. عبد العزيز اللي بذل جهده ومجهوده وقام العدل والدولة على نهج الشريعة شادها. لا بارك الله في زمان التفرقة والانقسام، جعله يروح روحة ما ينتظر معوادها. والشعر لو انه مثل ما قالوا مجرد كلام سوالف، تعال عند الميكروفون وزادها. ما مرني ليلين وعيوني محاربها المنام، كله العين المستديرة متعبة صيادها. اللي مرت على اهل الذائزة قالوا تمام، حي الله اللي صادها، حي الله اللي صادها. فرايد تاخذ من الجمهور جل الاهتمام، والمرة النقاد ما يقابها نقادها، لأنها زندني شب النور في وجه الظلام، وخلاصت أفكاري فتيلتها وجد حزنادها. يا هاجسي ما عاد فيه صيام، طولت الصيام اقلط على اللي مزعج الراسي بريح قنادها. اللي مضت يا هاجسي عدت وعداك الملام والمزبلة، يا هاجسي وصلتك في ميعادها. شد الحزام اللي حصل ما يدعي لشد الحزام، وقضب عنان كروش واسرجها وفك حدادها. أنا حشيم وجايني دعوة رياجيل نحشام، والخطوة اللي في سنعهم ما قصرت قيادها. حسب الصداقة والزمالة والوفا والاحترام، سلام يا ربع كرامها من عصورة أجدادها. سلام يا الجهنان وتحية هل الجنة، سلام باسمي واسم كل الضيوف وشيوخها. سلام يا الجهنان وتحية هل الجنة، سلام باسمي واسم كل الضيوف وشيوخها.
وافرادها انتم جهينا مزبن الخايف اليثر العسام، وانتم من بره اجتل سبود وجرحها، انتم كرام وواردين الطيب من روس الكرام، قوم بشاشتها تكفي ضيفها عن زادها، وانتم جهينا مزبن الخايف اليثر العسام، وانتم من بره اجتل سبود وجرحها وضمادها، وانتم رياجيل الموازف والمهمات الاجسام، والرد تحيض المنايا الافاق ورادها، وانتم كبيرين الاسامي في المقال وفي المقام، كل المكارم يا جهينا معتلين اشدادها واستاهلوها. انتم جهينا مزبن الخايف لاثر العسام، وانتم من بره اجتل سبود وجرحها وضمادها، وانتم رياجيل الموازف والمهمات الاجسام، والرد تحيض المنايا الافاق ورادها، وانتم كبيرين الاسامي في المقال وفي المقام، كل المكارم يا جهينا معتلين اشدادها، وانا من عتابها للنخوه معطل الحسام، وانا من عتابها للنخوه معطرة الحسام، قوم من تعيد برزاب الحمر قبل عيادها، في عنفنا ذروه سنام وطيبنا ذروه سنام، والله جعلنا فوق وجه الارض مثل اوتادها، ثقل وشموخ وهيبه تفضى صماصيم العظام، واللي التفتنا للخصم يا فنا وهو ما عادها، سدنا على نجد وتسيدنا وناصرنا الإمام، لين أذعنت الأمر السلاطين الرجال وسادها، بالمختصر وبدون نقص ودون زايد في الكلام، وبلا قصور في الرجال أقرابها وأبعادها، ربعي على صدر الزمان وسام ما مثل وسام، قبيل تنعتز تاريخ العرب بأمجادها، والشاعر الواعي يعد أمجاد ربعه ما يلام، ولا الغشيم من ما نقص من مجدها ما زادها، والشعر لو أنه مثل ما قالوا مجرد كلام سوالف انتعال عند الميكروفون وجادها، ما مرني ليلين وعيوني محارب هالمنام، كل العين المستديرة متعبة تصيح. طيب حس طلب الجمهور نبقى سيدة حل الجنوب. أبشر أبشر داير المسنبة منهم الثانية قصيدة الهجنو. يا الله يلي بذكرك تطمئن القلوب، يا مكر مهل اليمين ومخزي أهل اليسار، رحمتك مما نشوفه حاصل في الشعوب، من قتل شيخ ورضيع وهتك عرض ودمار، جنب وطننا وجنبنا الفتن والحروب، وحفظنا قادة الأمة طوال العمار، يا رب عونك اللي اشتدت علينا الخطوب، وارفع من ينصرونك راية الانتصار، أكيد ما تنزل البلوى بليا ذنوب، يا رب تجعلنا عن كل بلوى استار، لعلنا نتعظ مما يصير ونتوب، يا معتبر خذ من احداث الزمان اعتبار، والفكر من عصر يلعب فيه الصفرا لعوب، المهر اللي توخر عن سنعها المهار، والشعر مذهوب يحضرنا ويغيب نوب، والكل شاعر مدى والكل نجم مدار، وانا حضرت ولي وجوب وعلي هجوب، والزاد والملح عقبه ما تجوز العذار، مع الرياجيل رحت وجيت في كل صوب، ما به ولا ديره ما جيتها فالديار، واللي لقيته في رجال الجنوب، تشوف تندكر وعيون تجدح شرار، ولهم مقام وقدر ولهم حساب محسوب، وشعارهم مرحب الف وحي ذاك الشعار، والليل الحفل يطرب كل قلب طروب، معزب حر وضيوفه وجيها الحرار، سلام يمزاب لضيوفه بصدر الرحوب، عداد ما يعتجب في الكون ليل ونهار، من شاعر عن بني عم عتيبه ينوب، عتيبه للمقام المرتفع والوقار، مترمين اللفاوي في الزمان الشحوب، مشطرين الحريب متيهين البكار، والخاتمة عد ما هبت نسايم هبوب، وعداد ما صار شيء وشيء ما بعد صار، سلام يرضى الجنوب ويا رجال الجنوب، وشعاركم مرحبا الفحي ذا الشحاب. شكرا يا ابو مشعل، وسنعود لك وناخذ منك قصيدة بني عبس في رابطتهم في الكويت، وقصيدة ثانية، ولكن معنى شاعر بل فوق كلمة شاعر، فهو كبير في قدره، جليل في منزلته، كبير في ربعه، شيخ من شيوخ البقوم بل من شيوخ المرازيق بالذات، هو الشاعر والشيخ عايض بن سفير البقمي، وهو يجيد الوصف الطبيعة، وصوف الإبل وأنواع الإبل وكيف تشتري الإبل وانواعها وميزتها، وغير هذا عنده حكمة في نظم البيوت وسبك المقال، فنسمع منه وبالمقال يتضح المثال. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اما بعد نشكر اخونا الدكتور سعد المقدم
أمام هذا الرجال الفطاحلة والعلماء والشعراء والأدباء، فقال وجاد سوى يصف شاعر أو يصف قبيلة بجاه الله خير. أما مناسبة أخينا عبد الله ابن سند ابن غريب الجهني، أنا والله العظيم إني أحب جهنه كلها، وعبد الله بن سند اللي عنده خاصة، والله ما علمت إن الناسبة إن حادث زي هذا الحادث اللي سمعته وأنا على مركاي، ولا الحمد لله مكلمني البارح، لو إني عارف عن السبب يمديني أسوي القصيدة اللي أبغاها وأنا ما جيت هذا المحل، ولكن الحمد لله على سلامته ونهني الجميع على سلامته، وأنا جالس هنا في بيتين يقول دعوة عزيز الجاه عندي ثمينة، أجيلها ممنون من قلب وإحساس، ونهني أنفسنا وعزوة جهينا على سلامة طيب الجد والساس. ابن سند بالجود تندى يمينة، الجود له غاية ومنهج ونبراس، ابن غنيم اللي فعوله رزينة، ناس لها تاريخ ذريبها الناس، والسلام عليكم. هذا المعنى. أما الإبل أخوي ذكر الإبل، أنا والله أني أحب الإبل وأحب أصحاب الإبل ولي قصايد في الإبل، لكن ماني حافظا هذا الموضوع، ولكن بعب أنا شاعر بعبر من شعري بالإمقالي سلاي باللي عندي من شعري. عندي قصيدة تبدأ بالشكر لله وتنتهي بالصلاة على رسوله. يقول الشكر للخلاق والبيد الخلق الله ذلول، والرابح اللي ما ظلم في البيع ولا المشترى، والكل واحد من عيال آدم خلق الله عجوب، أحد انكسب واحد خسر واحد انسرح واحد انسرى واحد يريد المرقلة لكن عذروبه كسول، من الكسل اللي عطس سهل سن مسند معكرة، واحد على الهامش تحرك الهبايب والطبور، قلبه عمى ضيع طريق الحق وعيونه ترى، واحد بعقله ما العقله عن هل الدين معزول، يروي ببلي سلعة ورمم منكرة في منكرة، واحد حسب عقله يقول أنت متعلم ومهبوط، يا ما الفرق العين ماني بوياها اخشرة بدفي عنه يا للوفا، يقول ولا ما يقول عقلي براسي والجبل قمة شموخه فالقرة، والفقر ما هو فقر مال، الفقر نقصنا فالعقول، كم عال من تملك ملايين الدراهم وفقرة يا هاكسي، ترى النصايح تنقبل حسب الوصول، بعض النصايح ما لها داعي قراها اللي قرا، ما نعتمد على كتاب الله وحديث الرسول، على المصادر علم اللي ما يعرفه المصدرة، والارتكيت ارتك على جنوب الرجل الزحوم شرواك اهل الكرم اهل الكرم ولا والارتكيت ارتك على جنوب الرجل الزحوم اهل الكرم والمعرفة ولا شجاعها والذرة، والتربة الهشة مع الايام تجرفها السيول، وهل الرخام ينفعونك فالنهار الأقشرة، صحيح ما يصبر على جو ردها الرجل الملول، حسب التجارب في زماني مع عوالف وخبرة، يا عزتي اللي طلع ما حسب حسابه النزول، مهما طلع فوق الثريا مرجعه بطنه أثرة، الفارس اللي ينطح الفرسان ويعن الخيول، بعد الكبر بكرة يبي يصغر ويطويها الزرة، لا يحسب انه قد نجح لعلمه أبو محمود، مهما تقدم عاشق الدنيا يبي يرجع ورا، ترى سليم العقل لا تبرد ما يبلش بالحلول، ما يبدل اشغال الغشيم اللي من الحكمة برا، اصرف طين المنتبه يعني مو قليل الفصول ولا قليل المعرفة، ما هو بدارية وش جرى، بعض الاوادم يدعي بالعرف والمخب غسول، يعمل عمايل واهية ما هو عليها مجبرة، والذيب ذيب ويعرف ان الرجل ما هو مخيول، وما الحيل واللفلفة لبل حصينة الازهرة، كل شيء يزول على الحقيقة والطبيعة ما تزول، اللي درى عبر الزمن بيعلم اللي ما درى، أخبرت جمهوري عن اللي كان في صدري يجول، لو اللي بيما المستمع ما فصحت عن طارنا ضرر، يا رب تغفرني نهار العرض وطرق القبور، يساعد تشخص بالأبصار والجو أغبرة، أستاذ ما صلوا على محمد عادل بن سعود، إعداد ما يرعد ويمر في سحابه وامطر سلمه. أنت يا ابن سفير، والحقيقة كان بودنا نستمر معاكم، ولكن يجب أن يعطى كل ذي حق حقه، ومعنا شاعر بل من قبيلتهم كلهم شعار حتى نساهم
مشهورات بالشعر. واحدة منهن تقول وإن تمدح صخرا كأنه على من فراسه نار. فهو ربما تعرفون كلكم، ولكن للإيضاح فهو محمد العطاوي، فهو شاعر قلطة وشاعر محاورة وناقد ومحكم فلدبة وفي الشعر النبطي. أنا اسمي محمد العطاوي. نعم نعم الله يمسيكم بالخير. أولا نهني الشيخ عبد الله بسلامته، شرفنا بحضور معالي الجيار الطيب. ما عندي والله في مناسبة، لكن عندي قصيدة عن البر. زين؟ وبعطيك مياه شيء لو إن شاء الله أنها توفي بالغرب. ليطرى علي البر أهوجس وأنا مقهور، ومن زود شوقي ينثر الدمع من عيني، وذي حالتي مرات علي السنة والشهور، وهم من يصبحني وهم من يمسيني. أنا ضايق صدري وأنا خاطري مكسور، ولا عاد في ذا الكون حاجة تسليني. كرهت السكن في المدن والشعر والجمهور، وعشقت الخلا في البار رجع له ينسيني. أنا خادم لنفسي وقدري من المقدور، وما جابته يسراي من مادتي ميني. ولو اعتذر عن خدمتي ماني معذور، ولا احد مغديني ولا احد معاشيني. ألم الحطب للنار وابعد عن الدفور، وعيد الحياة اللي مضت فاول سنيني. ونور القمر يكفي ولا غير نوره نور، ويا مطيب القمرة قبل ليل عشريني. ولا يا حالة النوم في الوادي الممطور، يميني غدارينه ويساري غداريني. فرشيح حصير وملتحف غترتي مسرور، ولا احسب حساب البرد والبرد قافيني. اصلي صلاة الفجر وافطر على الميسور، ولو كان كسرت خبزنا شفت كفيني. ارفه على نفسي لا منهي ولا مامور، ولا لي رفيد زلا عصتي وسكيني. أنا جلستي في البار تسوى فل الوقصور، وظل الشجر يسوى جميع البساتيني. وظل الشجر يسوى جميع البساتيني. اللي تغزل في البر والشاعر يقول أنا اليمن التعكر مزاجي، أخذت سجة مع ساعة الفجوجي، وابعدت عن جوني يسبب إزعاجي، لا بضجيج ولا أشناس انتدو جرد خلا، ما لن صوت مناجي ما طلع الجوال فيه البروجي. ويقول يميني غداريني ويساري غداريني. الغدارين هو محل نقع الماء في الأرض، إلى صار له أثر ومسك مواقع الماء يقولوا لها غدران البادية في الأودية. ولهذا يقول الشاعر إلا شفت بالرضان نقع خباري، راح الزعل والبسط حل محله، مهامل يردم شجرها الدواري، نبنى فيها وناسها وفلة. فنبى الثانية يا عطاول الله يعطيك الجنة. مرر على الربع ونبي ندور إن شاء الله نحصل. الحقيقة
كان بودنا كل واحد يعطينا من الجلسية على أساس نعرف أن الجمهور كله اللي يجيب نكته واللي عنده قصة واللي عنده مثل واللي عنده ولا يسأل، ولكن على أساس ما نطوف أحد في أخونا خالد الجريسي يجهني. نبي نسمع منه. أول شيء والله أنا ما دريت على المناسبة هذه غير من عبدالله الصفي البارح، لكن ما بلغني وش المناسبة. لو يستاهل قصيدة والضيوف يستاهلون قصيدة. والله ضيوف يستاهلون قصيدة. أقول ضيوف يستاهلون قصيدة ويستاهل قصيدة. والله ليت عندي خبر، بس كان عندي مناسبة ما علمني. الله يسلمك. لكن أنا سمعت بيت من الشيخ والشاعر ابن كتيبة يقول الشاعر الواعي يعد أمجاد ربعه. أمجاد ربعه ما ينلا. نعم. شفتوا أنا عندي قصيدة في قبيلة جهينة. والشاعر يقول لا خير في من لا يمجد قبيلته وطي فيها من على أجداد. نعم. عزوتي وضحت بعض المزايا ولهم مزايا تتعب العداد واللي مكذب لي يزور قبيلتي ويعرف وعما قلت لي يزداد. الله سلام. يقول تسامي في سما العليا تسامي تسامي مع كبيرين الأسامي. قبيلة حي والله من قبيلة لعب المجد والعليا السلام يجهينا ثم جهينا ثم جهينا سليلة مجد عام من بعد عام يجهينا من قضاعة الفرع كبير من قضاعة اجهينا من قضاعة لاعتزينا نروم اللي بعيد ما يرامي لها تاريخ ناصع في بياض السوات النور جلاي الظلامي وانا بمدح ربوعي واتفاخر لان فعولها فوق الغمامي مدح المصطفى في فتح مكة لها اربع بيارق بزحامي نزل جبريل في وحي الرسالة بصورة رجل منها بتمامي ومنها أربعين من الصحابة رواة للحديث المستقامي ومنها الصيرمي عقبة بن عامر تولى مصر كالحر القطامي ومنها الصيرمي عقبة بن عامر تولى مصر كالحر القطامي ومنها الفارس عصام بن شهبر يكنى باسمها العلم العصامي ومنها ابن غنيم السجن فك وصارت مكرمة عند الإمامي ومنها ابن غنيم السجن فكه وصارت مكرمة عند الإمام يقين العلم يا باغي يقين وفصل القول فالسيف الحسامي غزان الباشا التركي بجيشه وقال بينبع النخل المقامي هزمنا في البداية وانكسرنا وكسر النفس أشد من العظام ونادت عيده هجهينا يا رابع ونادت بالخوار وبالعمام يجينا كلنا عينيك عيده وصرمناهم كما صرم النوامي وجينا كلنا عينيك عيده وصرمناهم كما صرم النوامي حميناها بحد السيف عنوه نظيم اليابلينا من ضامي شبع من فعلنا سبع الضوار يشبع طير بعل الجو حامي جهينا جهينا بلوغة مثل السودي ميزت الحلال من الحرامي منازلها من القلزم اللي يثرب عطاهم صكها سيد الانامي وفيها العيس مسكان الصحابه سراقه وابن بصيره الهمامي معلمها جبل رضوى والأجرى دواد الحمض حدا للعلامي ولكن معلم الدار الحقيقي رجال الجود مقريت الطعامي ولكن معلم الدار الحقيقي رجال الجود مقريت الطعامي رجال الجود من حاضر وماضي سوات الغيث مروي كل ضامي ومن زود الكرم وقت المجاعة يصير سباق قاسي واحتدامي وكل قال هذا الضيف ضيفي سبقت وخامس اليمنى الحشامي وهذه عادة عيال القبائل طناخة راس ورجالا اكرامي بدون قصور في باقي القبائل لها مني تحية واحترامي ثلاثا عام سكان الجزيرة شهادة حق وابصم بالبهامي لكن اليوم عهد اخوان نورة سكن المملكة قبله وشامي معزي من بناها واحتماها بحد السيف ما هو بالكلام عسى الله يرحمه رحمة وسيعة بشرع الله حكمه والنظام وتمت حسب علمي واختتمها على محمد صلاتي والسلام والله وجهك اتصلوا في قبيلة الزوايدة من جهينا وقالوا عندنا مناسبة عزمين مشايخ عروة وافراد القبيلة وقالوا طلبوا مني قصيدة في المدينة وسوينا لهم قصيدة يقول سلام يا اهل الدير هاللي ما سكن فيها البخيل اللهم صل وسلم عليه سلام يا اهل الدير هاللي ما سكن فيها البخيل من عصر ابو نادم بفضل الله وجوده وكرمه دار الرجال مكرمين الضيف في الوقت المهيل محد على الضيفان والواجب تراخى محزمة متوارثين الطيب والنماس جيل بعد جيل الحي منهم حي والميت عسى الله يرحمه ربعي جهينة الحي منهم حي والميت عسى الله يرحمه ربعي جهينة فالمواقف يعملون المستحيل يوم انها اخذها وعطها وكل حر مسهمه حمات التالي بحد السيف مزبان الدخيل يشهد لها التاريخ والتاريخ يروي ملحمة تبغان يعطيك الدليل
أعطيك من عندي دليل غزوة بواط وفتح مكة ولا دلة مفحمة ومنها منادي بالرسول وكم صحابي جليل ومنها يقين العلم فصل العلم كتبه وقلمه ومنها فصل العلم كتبه وقلمه وليل الجمع بين الرجال أهل الوفا مطيب ليل فيها التعارف والمودة والصفة والمرحمة الضيف عروي والمعزب زايد يراعي جميل أكيد ليلة من ليالي العيد ليلة ملهمة الضيف عروي والمعزب زايد يراعي جميل أكيد ليلة من ليالي العيد ليلة ملهمة الزايد ينحر جمل ولا يقدم فطح حيل في واجب الضيفان بادب له وضانه وغنمه فيهم كرم حاتم وحاتم بالكرم ماله مثيل والنار شبتها تجيبك بالليالي المظلمة تلقى الدلال مسطرة ومقندة بنن وهيل ويدينهم وطيب ونبا ويدينهم بالعز بيضة وشحمة ويدينهم بالعز بيضة وشحمة للضيف ريف وشربهم دايم قراح سلسبيل والروس تقدح من سطر عند اللزوم الملزمة أهل الأشدة والبيارق يومها جيش وخيل وأهل الشجاعة فالليالي الماضيات المعتمة رجالهم لأنه بدأ يبدأك على وضع رجالهم لأنه بدأ يبدأك ما مبدأ سهيل يبدأ على وضع النقا ما هي مزوح وهيلمة ونقيل عروة حي عروة وش تحط وش تشيل حماية التالي ودرع الحمض وأيضا مقدمة يوم إنها بالرمح ولا الشلف والسيف الصقيل عدوهم تبت يديه وعض ضنابه برطمة عدوهم تبت يديه وعض ضنابه برطمة نخوة وسطوة فالمواقف نار في خشم الفتيل والعروة الوافي عزالي فاللوازم معدمة الضيف يلقى واجبه عند القدوم وبالرحيل ومعزبة حياكم الله ما تفارق عن فمه ولا الجريسي لا بديت أبدأ على العلم الجزيل عليكم زود ولا الجريسي لا بديت أبدأ على العلم الجزيل القسم وافي والمراجل والحظوظ مقسمة ترفعنا البيضة على رأس المنيف من الطويل وشعرنا حل العقود المبهمات المبرمة بدون قاصر في القبائل وزنها وزن ثقيل وعاداتها وسلومها من بعضها مستلهمة واختام وعداد ما واختامها صلوا على محمد عدد وابن المخير شريعة نبينا ومحمد مسلمة تعرفون أنا من هواة القنص والقنص مهنتنا والله ما هي جيدة لكنها شيدة ذي أبو فهد معليش من حميد ولا غيره تركي من صنهات بن حمد بن حميد نعم البيت هذا تركي من صنهات بن حميد من شيوخ عتيبة الأولين يقول أهل الجيوب اللي جهز للأسفار نجم السويب عبان والعلم شارة وهب البراد وصرت أتابع للأخبار واصدر وزير الداخلية قرار قرار للي يعشق القنص معدار شد سماح للي يعشقون أصقارة ونعشق المقناص معشبة النار وينزين فنجان منوع بهارة فرض حية تكررت فيها الأمطار دار حية والعشب يعجب خضارة خلات قفر ما مشى فيه ديارة بتشوف الصيد وتشوف أثارة نبينا للصيد سجة ومشوار برض عذا للصيد فيه انتشارة ورفقة رجال الطيب شروا من عندي ورفقة رجال الطيب وافينا الأشبار وحنا على الطيب نسوق البشارة خوينا يكرم ويحشم ويختار في مالنا والصيد ياخذ خياره هذا كلام اللي للأمثال بيطار ومعلد بمخافة الله إشعاره ولا تستشير إلا مجرب والإشار وخير من طول الكلام اختصاره وقبل لا تشل الدار فانشد عن الجار إن كان طيب فانتشري جوار هالجار اللي حشمة وقيمة ومقدار والرجل يستانس على كرام جاره أحد على جاره بختري ونوار واحد على جار السموم وحرارة قد قالها الصقري وأنا أقول واعتار الجار اللي حق بصحيح العبارة خلك وفي والخلة الجار ستار من شق ستر الناس شق وستار وحافظ على دينك ولو صار ما صار وقم عمود الدين يا ابن أنمار تراك لو تملك من المال مليار ما تنفعك بعد تموت التجارة وذكرك بالبيت من خير الأذكار والبيت لابن حميد ساس الأمارة خير منها ركعتين من بالأسحار لطاب نوم اللي حياته خسارة يا الله يا عالم خفيات الأسرار تجعلنا من كل ذنب طهارة وغفر لنا الزلات يا خير غفار يا من غطش ليله ونور نهاره حقيقة كان ودي أنوب عنيان في قصيدة الراكان بن حثلين ولكن على أساس لا جال المجال شوي أحطها بدل قصايدي أنا نرجع لأسطورة الشعر النبطي الحديث غالب بن زيد أبو كتيفة أنا أسمع من أبو مشعل
نعم. وش اللي تطلبون بس؟ نبي قصيدة رابطة عبس ونبي قصيدة التاريخية. أبو مساعد يبي له رابطة، أنا عندي قصيدتين، قصيدة في أبو مساعد وقصيدة في أبو الرشيد. في بن براك. والله كلها طيب. نبغى ثنتين شباب. نبغى ثنتين. يا مرحبا. هاي أبو مساعد. أبو مساعد أول ما أيه. بدون قصيدة عبس تكررناها واجد. أبو مساعد سوى حفل تكريم لأبو فهد الراوي ولكن الاثنين عزاز عليه. صار لي حضور وشاركت شيء أنا أحس أنه أقل من ما يستحقون لكن عاد الجود من الماجود. والله أنا عندك ما شاء الله شيء كنز ثمين من الماجود. يقول تو جاء وقت القصيد وتو هبت نوده واحتمل موقف وزانة سلة الهنداوي. يا العميل اللي من البارحة تشب زنوده ما تعلمني عليك الله وشمتها ناوي تان ما وصلتني للغاية المقصودة لا تعذبني على جرتك سارح ضاوي. كلمة الرجل محسوبة والمواجف كودة لا تقدم للمواجف تان ما انت بقاوي. هيبة البحر الطميم تحول دون حدوده والجبل صيد يحدك عنه ذيب عاوي. يعني الثنتين هذه تعتبر مفقودة والزمان بخيل والسنت البشرة ما تاوي. يكرب حزامك وحل العقد هالمعقودة لا تقول اللي طالوا حبلها متلاوي. باسم شيخ مبارك الله في جميع جهوده مرحبا ترحيب غيث من صدوق الناوي. مرحبا في محفل هيلة يساب زعوده فاح ريح الهيل فالحفلة وريح الجاوي. مرحبا في محفل طيب النفوس يسوده محفل ما هو بحفلة منافقية ومراوية. مرحبا والحاجز الرسمي كسرت قيوده. يا حمد لو قلت رحب قلت ما انت بغاوي. باسمك رحب وكل ينتسب لجدوده لا رشيدي وانت لا راوقي ولا برقاوي. لكن اصرح الصداقة بيننا مشيودة يوم بعضات الصداقة صرحها متهاوية دايما. والحفل ما هو بعادي منبره وفود هالمكرم ساسة مارة والمكرم راوي دايما الطيب يجود. مرحبا والحاجز الرسمي كسرت قيوده. يا حمد لو قلت رحب قلت ما انت بغاوي. باسمك رحب وكل ينتسب لجدوده لا رشيدي وانت لا روقي ولا برقاوي. لكن اصرح الصداقه بيننا مشيوده يوم بعضات الصداقه صرحها متهاوي. والحفل ما هو بعادي منبره وفوده المكرم ساسه ماره والمكرم راوي دائما الطيب يجود ولا تقارب جوده. والرضي لو كان يبغى الجود نجمه حاوي. ندري ان الجود صعب ويفدحه ويكوده وده يداوي ولكن ما هناك دمداوي. والتعارف والتواصل سنة محمودة يا اثنين اللي غلاكم عندنا تساوي. فالكم منا عبارة الثنا ممدودة رايتين مبيض للعبسي وللهيلاوي. والحفل ما هو بعادي من بره وفود المكرم ساسة مارة والمكرم راوي. حلو الثاني عزمنا بن براك شيخ قبائل بني رشيد عبد الرحمن بن براك مزوجنا عياله. واقول انا يوم جتني دعوة الشيخ بن براك تعذرت من غيره وسقت الخطى يمه. من العدل لبي دعوته قبل ذاك وذاك منه مهم وجيتي عنده مهم شيخ ما هو بيه. انا يوم جتني دعوة الشيخ بن براك تعذرت من غيره وسقت الخطى يمه. من العدل لبي دعوته قبل ذاك وذاك منه مهم وجيتي عندها مهمة. وأنا شاعر عندي الكل الأمور إدراك ولا دانيا الرفعة ولا دانيا الزمة. موفق يا شيخ جعلي أفداك من يشناف على القمة ورايتك دايمة على القمة. نهنيك ونشارك فرحة زواج أبناء عسى الله يلبسك الفرح ثوب ويتمه. ولا لا فعل كل يطلز الوجه ما جيناك ولا صار لشيوخ العرب مجلسك يمه. لقينا كرم خلقك لقينا كرم يمناك يعد الروى اللي ما تغيظ الدلية جمه. وانا ما امدح الا طيب مثلك وشرواك وباقى البشر لا احب مدحه ولا دمه. اللي صار ما تذكر فعوله هنا وهناك ولا جاز لي مدحه وشبغى بها اذمه. وانا ما مدحتك لين شفت المدح يزهاك لقيتك شديد الجود ما انت بولد عمه. ولا مدحك لاجل احصل على شيء من مخباك لكني نويت امدحك لين ابرية الذمة. وانا ادري ان مدحي لك يفطر سبود عداك لكن الصحيح قال والرجل ما هم.
عاد السفير قصيدة مختصرة المعزب جانا. يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 إعدادي ما دعذع براد النساني وإعدادي ما هلت ثعول المخيلة يا مرحبا من معتقين المحابيس أهل الكرم والوقفة المستحيلة لجين التاريخ وأهل النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة إعدادي ما دعذع براد النساميس إعدادي ما هلت ثعول المخيلة يا مرحبا من معتقين المحابيس أهل الكرم والوقفة المستحيلة تاريخنا يزال صدور سيرة رسول الله تبقى دليلا يوم الناب الخيل والضمر العيس عدونا يشين صبحا وليلا وإعدادي ما هلت ثعول المخيلة
جين التاريخ ولا النواميس وابن غنيم الشيخ شيخ القبيلة اعدادي ما دعذع براد النساميس اعدادي ما هلت ثعول المخيلة يا مرحبا من معتقين المحابيل صدور القواميس سيرة رسول الله تبقى دليلا يوم الناب الخيل والضمر العيس عدونا يشين صبحا وليلا تثبت لنا شز دراس الفتيلة واليوم في حكم الحرارة القرانيس اللي رقوا بالمجد راس الطويلة اعدادي ما دعذع براد النسانيس اعدادي ما هلت ثعول المخيلة الكرم والوقفة المستحيلة أنعم بمن وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا لا تزيلة ننعم بمن وخير فقال مقاييس يلا تدوم برضنا